بنتقل للهاشتاج الدجال راشال اللي موجود معنا. قبل 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 الدجال راشال، العميد علي جابر عمل عمل ريتويت لشغله يبدو انه عمل ريتويت للارا نبهان زميلتنا، بيقول بتقول الاعتداء من جديد على زميلتنا غنوه يتيم غير مقبول منذ اللحظه الاولى وانت تؤدين واجبك الصحفي بشكل مهني ولافت، وافتخر بك كزميله وصديقه، الله يحميك ويقويك. الحدث العربيه الدجال رشال. ايه بدنا نرجع للدجال رشال. صح. اللي انتشر ضد رشال كرم، هلا هي بتفسر لنا ليش، والهاشتاج اللي طلع بوجهه رشال كرم القويه. بما انه رشال موجوده رح اتركها تخبرنا عن هالترند، وبرجع انا بقرا البعض من التغريدات الكثيره يلي انكتبت دفاعا عنا. رشال شو صار رشال؟ انك حتى اللي ضد ولا كلهم طلعوا هيك؟ انت خبرينا كيف بلش اللي ضد نيشان خيوشان. انا زميل المراسل في قناه الميادين علي مرتضى، شو صار؟ نيشان اللي بيتابعني على تويتر وبهذا ما بحياتي فتت باي سجال مع شخص وتحديدا زميل ولا مره، وبيعرفوني اللي بيعرفوني قراب بيعرفوا ماني حدا مشكلش بالمره بعكس ما ممكن العالم تتخيل. ولا مره فتت بشي سجال، لانه دائما بعتبر انه في احترام، كل واحد بيقدر يعطي رايه والى هنا. ولكن يلي عم بيصير من 60 يوم لليوم نيشان، انا والزملاء الاخرين في نوع من حمله، انا بالنسبه لي على صعيد الشخصي رشال معتبرتها افتراء وتحريض. يعني بالقوة بدو يعملوك انه انت سبيت السيد ولا سبيت الرئيس بري، بالقوة بدو يعملوك انه انت ضد هدول الاثنين، بالقوة بدو يعملوك فانت بتوصل لمرحلة لا مش بس بالقوة، لانه تحريض يعني بشكل انه انت بتوصل في ظلم يعني خلص. ارتكزوا على المقدمة تبع الست مريم البسام على كلمة، كان عنده مأخذ على كلمة براغيث، واستضافت عباس فنيش وحكي وضح الموضوع. ايه بس يعني بس هو الاعتراض على براغيث، ما هو جمهور المقاومة يلي نحن عن جد بنعرفه الطيب المنيح الخلوق بتعاطيه باللفظ، ما هو رفضهم لهدول الأشخاص لوقتها نحن اعتبرناهم براغيث. يعني ما مش عم نقول نحن جمهور المقاومة براغيث، يعني كمان مثلا تحوير هذا الموضوع نحن قلنا جمهور المقاومه براغيث، يعني ابعد ما يكون لا عن عن عن, عن قناه الجديد ولا عن مريم البسام ولا عنا. ولكن خليني اقول لك شغله بموضوع الافتراء يلي عم بيصير، بصارت الفيديو يلي صار بشتيمه للست زهراء والحسن والحسين واللي اللي صارت المشكله عليه، فانا بقوم بكتب تويت بقول انه كنت اول ما بلشت القصه يعني نزلوا على وبلشوا يحرقوا. قلتي مش كل واحد بي لا لا انا قلت لو ايه، عملت اربع تويتات كلها باطار التهدئه، يعني باطار انه مش اذا صار هنيك نحن ما نكون رفضنا التام لاي اساءه. نعم. لا يسوع المسيح ولا عمر ولا لا السيد لا حسن والحسين ولا كل منا اخلاقي انا أصلاً ما يعني حدا سوي ذهنيا حدا سوي بيكتب تغريده بيسيء للمقامات الدينيه. لا لا نيشان خلينا بس رشال، ما في حدا سوي بيعملها. اول شيء لانه بيعرف انه نحن عايشين ببلد شو ما قلنا انه في عنا رموز دينيه والتطول عليها بتؤدي الى يعني فتنه. ثاني شيء مش كل شخص بيعملها كل يوم. نيشان خليني اقول لك شغله، انا ليه الافتراء عم بيصير؟ وقت كنا بهايد بارك وانا وحده احدى المشاركات بتقوم بتقول انه السب والشتيمه ولكن الا السيد، اوكي؟ انا صحفيه موجوده على الارض. نعم. بغض النظر انا شو رايي مع ولا ضد، انا بديهيا بدي اسالها طيب اذا حدك عم تقولي الا السيد، في جمهور تيار المستقبل حيقول الا سعد، في جمهور تيار الوطن الحر حيقول الا جبران، سؤال مشروع نعم ام لا؟ نعم ام لا؟ طبعا طبعا بقوم لا، فهي بتقوم بتقلي لا لانه رجل دين، اوكي زحنا بهذا الموضوع. طيب بده يحوروا الموضوع، بده يفتروا تيقولوا انه انت حمست على سب السيد. مين اللي قطع؟ يا عمي ما خلص ما في محل رشال شو قصه؟ فهي هيدي المساله، انه الفيديو وقت صار على قصه الست زهراء بكتب انا تويت انه لو من اول نهار الاشخاص يلي حرقوا مره واثنين وثلاثه من جم يعني من اول جمعه من الحراك، ولو الاشخاص يلي عم بيسبوا من بشي طائفه من هالميله كما من هديك الميله، ونحن جبنا فيديوهات عن اشخاص نازلين من طرابلس كمان عم بيسبوا وعم بيهددوا ومن ثاني ميله كمان عم بيسبوا، لو هدول الاشخاص وجوههم معروفه لو انكمشوا بس يعني بنعلم الدرس للاخرين. نعم. واذ بيتحور الموضوع وهي هات من نزلها علي مرتضى وانه لا على حب على حب الزهراء وانا محرق. نعم. بعثت له على الانبوكس يا علي يا عيب شو ما عليك يا خي، بس كرمال العشره الله يسامحك بهذا الموضوع كمل. انا هو كان قدام خيارين، قلت له يا عيب شو ما عليك؟ طبعا طبعا، لانه كان قبل مصر على الافتراء والتحريض، وانا عم بقول له يا اخي ما انت بتعرفني، يعني انت بتعرفني على الصعيد الشخصي انا شو، انا شو بفكر وانا شو اخلاقي. انت كتبتي له انت علي الله يهديك انه انت شعبي وتحريضي هيدا حب اهل البيت. لا هي من بعد ما هو كتب، لانه ثاني نهار الزميل عباس فنيش المحترم وانت صدفته هون وانا عباس بعرفه هو عمل فيديو
عمل فيديو عم بقول عباس انه بعرف هذا الحديث ما حيعجب كتار، ولكن نحن بمرحله لازم نحن كاعلاميين، وهذا الشيء اللي ذكرته لعلي، انه نحن نهدي، نحن نلعب دور عدم الفتنه، مش شو الشطاره يعني انه نحن على ربط الجأش. ربط الجأش بقت انه علي، انا بالنسبه لي شخص شعبوي، وانا بالنسبه لي بشوفه بشكل عنده دور معين لتجيش بمحل معين. انا كان عندي قدام خيارين نيشان، يا طنش يا رد. اخذت خيار الرد لسبب، لانه بظل هالثورة نحن كان في خوف عند العالم من السياسيين ومن الأحزاب. نحن كمان كأشخاص بنطلع على التلفزيون مفترض كمان نكسو الخوف، مش إذا شخص في جيش إلكتروني وراه. وخليني ألفت النظر، جيش إلكتروني شو يعني جيش إلكتروني؟ بتشوف بتفوت على حساباتهم بيبقوا خلقانين بأكتوبر، بنوفمبر وأكتوبر، بتشرين الأول تشرين تاني وقت الثورة، ما عندهم صور أو إكس إجراجي، بس شريتهم يحطوا هاشتاج، هدول يلي خلص يعني بينتشروا. لا مش هذا الإعلام نيشان. لا مش هذا الاعلام. انت خطبتي كمان، انت خطبتي قلتي له يا فاجر، اكيد قلتي له ما ناقشته جاهلا، اكيد لانه انت حضره، لانه انت شوفه كيف بيكتب وشوف شو كتب، وشوف انه وقت حطيت له انه لو بتهتدي بعباس فناش بالطريقه الكلاسيه اللي عم يحكي فيها والتهدئه اللي بيصير، لا نحن بدنا نضلنا بهالطريقه القاسيه وهالافتراء وهالتحريض، وانا بالمقابل والزملاء الاخرين مفترض نسكت. ليه؟ لانه بخافوا، انتبهي بيفلت عليك. لا ليش بدي يفلت علي؟ ليه بدي يفلت علي؟ انا اذا قلت شيء خطا قلت لهم بدلوني بدليل، وانا علنا عم بقولها، حدا يبدلني بدليل بتصريح بي 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 بتويت بنقل مباشر، يا خيي شي مره طلع معي حدا انا سب السيد او سب معي انا رشال رئيس بري، تعالوا قولوا لي. ولكن هذا الافتراء والتحريض لا حزب الله بتصور ولا حركه امل بيقبلوا هذا الموضوع، وكتار يلي حكيونا من الحزب ومن الحركه انه رشال هذا الاسلوب نحن ما بنقبل، صرنا بده يتنمر، وصرنا بدنا نفوت بالشخصي، وصرنا الدجال رشال. شو انت كيف يعني الدجرش هيك تستسهلوا يعني الامور انكم تشبهوا ولا يعملوا شوارب ولا شو هي شو هالتدني فيك ناقشني صراحه. خليني اقول واضح كثير انه كل هالاسلوب يعني تشويه الصور والاعتداء اللفظي بعتقد انه مرفوض ورخيص. شو رخيص؟ شكرا نشان. انت صحفيه و يتناقش في الراي والراي الاخر. علي مرتضى معنا طبعا الخط. يا ريت. علي مساء الخير. مساء النور حبيبي نيشان. علي سمعت ما سمعته من رشال عم بتقول بانه لمره وحده حبت انه تكسر طوق الخوف كما ورد في كلمه، وقالت انه بدي غرد ما بدي طنش. بالمقابل بتقول رشال انه في جيش الكتروني عمل هذا الوسم. اول شيء علي بدي اعرف من حضرتك، انت اللي اطلقت وسم الدجال رشال؟ هلا اول شيء هي لحتى تكسر حاجز الخوف، شو انا الجمجمه اللي حطيتها على الجرافات انت نيشان؟ انا شو لي عليها بحاجز الخوف؟ شو خصك بكرافاتك؟ انا لا يعني بمعنى لانه عم بتطلع بالجمجمه عجبتني كثير وحلوه. انا ممتاز مقدمه. ايه لانه بدي اقول لك شغله لنيشان، لانه وقت الفجور لحلك ليش موضوع الخوف؟ طالما هي بالاستديو انا ما حفي احكي فكرتي نهائي. لا بدي اياك تحكي. رشال مركزه على شغلتين. اول شغله انه جيب لي دليل، وانا حطيت عندي انه هي شجعت للانتحار بفيديو. تفضل. تتخيل السخافه لوين نيشان؟ لا لحظه تتخيل. خليك ما في شيء من المنطق. نرجع لبعض هلا. انت بالاستديو وانا برا على التليفون. تفضل علي لو سمحتي ما تقاطعي. ما عندي مشكله يحكي لو سمحتي. تفضل. اوكي اول شغله عم بتركز على شغلتين. اول شغله كسر حاجز الخوف، كانه علي مرتضى او انا يعني او اي حدا موجود على تويتر هو السياسي. حاجز الخوف تكسر تجاه السياسيين نحن ما دخلنا. اللي صار انه اولا الحكي اللي حكته معي رشال غير مقبول. لما انا عم بتناقش انا وياها امبارح كان النقاش ضمن الاصول وضمن الاحترام، ولما بعثت لي يا عيب الشوم عليك كانت هي زيدي ومبارك مش علنا انبوكس بينك وبينها الشوم عليك انت، هيدا على الخاص. صح. ما سمعتك نيشان شو قلت. هيدا على الخاص علي يعني نحن. نعم. نحن يلي على تويتر او اللي ما خصنا. انا صدقا مرق الموضوع عندي خي نيشان كانه عادي. والبطون بين بعضها بتتخانق والمصارين بالبطن بتتخانق، وحتى الزميله غادي فرانسيس خليها هي تيجي تحكي وتقول لما انا كتبت انه اصلا العتب على قدر المحبه. نعم. بوقتها. ومن ثم فاجأت ثاني نهار صارت رشال هي بدها تقرر مين الاعلامي ومين لا، مين اللي عم يشتغل صح ومين اللي عم يشتغل غلط، مين الشيعي الصح ومين الشيعي الغلط. يعني انا عباس خيي وحبيبي وصاحبي وعنده رايه،
بس هي ما فيها تيجي تقول لي شوف عباس حكى هيدا الشيء الصح الشيء الغلط، مش انت اللي تحددي مين هي ما قالت هيدا الشيء الصح وهيدا الغلط، هي قالت قلد عباس كتبت هذا ال يا بي شو بشعه علي قالت لك قلد عباس يعني قلده لعباس لا انا خليني اكمل لك موجود عندي الحكي قلد طبع. عباس الواعي اللي بيفهم اللي ما بعرف شو ما بعرف شو ما بعرف شو ما تكون شعبوي وتحريضي وكذا يعني هي عم تقول لي انت زلمه شعبوي وتحريضي الموقف كان هو موقف من أحداث بالشارع نعم. كان فينا نبتعد عن التوصيف وعن الهجوم وعن التهجم وعن التنمر أول من بدأ بالتنمر هو اللي بيقول للتاني أنت شعبة وأنت تحريضي بس علي علي فاهمين غلط تنمر هي بتقول لي بقلب تغريدي يا خي نشان من ضمن التغريدات علي أنت كمان عندك تاريخ عندك بيع بالتنمر مش عندي تاريخ بالتنمر وعلنا المتنمر نعم. مع المتنمر حلال نعم التنمر على المتنمر حلال ما غيرت رأيي أنا أوكي. بس ليش أنا ليك بدي أسألك سؤال تفضل مين إلى حق رشال صدني بهذا الوصف اللي قالت لي إياه واللي أنت قبل شوي قلته أنا ما حقوله على هو مين إلى حق شو يعني تيجي تقولي خي بدي أقولها معلش يعني تيجي تقول فاجر هي بتقبل أنا أقول عنها فاجرة هي بتقبل كان عم بيصلي أي حق إلى حق تحكي مع العالم بهذا الأسلوب وبهذا الطريقة ومش متوقع ردة فعل وهلا قاعدين نتبكبك ونبكي ونقول اوه تنمر طيب. لا علي بديك تهدى لو سمحت علي بديك تهدى اهدى علي اهدى بس اللي جاوبني على سؤالي مين اللي بدا بوسم الدجال رشال بالعالم لما انا كتبت انه لما علي. انا مين اللي بدا بوسم الدجال بخاف قانونيا بخاف قانونيا مش هيك ما بيقول لانه اذا بده يقول بيطال هو لك يا رجال مش هيك بحد انه لا اوعكم تغردوا تحت هيدا الهاشتاج بتحكي على العالم قول مين قالوا لهيدا الهاشتاج ولا احكي اللي بدك اياه خليني كمل فكرتي مين اللي قال هيدا الهاشتاج انا قلت هي قالت لي جيب دليل واحد انه انا كنت مع الانتحار نعم. جيب دليل واحد انه انا دفعت على الشتم قمت جبت لها فيديو ان هي كانت عم بتقول اخر طلقه عند الفقير انه ينتحر وانت قلت لها لا طيب. لا علي خليني اقول شغلي بلد علي على موضوع الانتحار بتقول بالمظاهرات هي انه هيدي العالم اللي عم تشتم هيدي عالم موجوعه وهيدي عالم هيك بتعبر وبدنا نفهمها هي دليل غير لحقتيني جيب لي دليل شو بعد بدك تدلي اكثر علي حتى نختم هذا الموضوع علي 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 لو سمحت حتى نختم هذا الموضوع انت مراسل ورشال مراسلي كل واحد بقناه ما بيليق ابدا انه نرجع نشهد يعني البلد على كف عفريت نحن قاعدين عم نناقش اذا في ترند بين مراسلين انه الدجال رشال وعلي مرتضى بالنسبه للترند لا قانونيا ولا مش قانونيا انا اللي كتبت انه الدجل يعني من قام بالشيء ثم طلع وصار يقول أنا لم أقم به ابن دليل أنك قمت بهذه الخطوات المحترم والذي والصحفي الحقيقي يعطل فطلي أنت صحفي وعلامة استفهام صحفي الحقيقي يطلع بيقول أنا يمكن زلق لساني هون بين حكي أنه أنا عم شجع الانتحار أنا بعتذر الآن علي لازم أنه هذا الموضوع أنا قلت هذا دجل والعالم مشت بالدجل طيب لازم علي غير لائق يعني غير لائق الوسم كمان برشال نعم هذا الموضوع لازم نتابعه خارج البرات الهواء نقعد معك ومع رشال نحكي بهذا الموضوع لأنه ما في شيء نعم. ورحمة أمي على الغالي ما عندي يرحمه. مشكلة مع رشال كرم نهائيا بيرفكت. هي عم تحكي معي كانت بشكل قاسي مخيف أوكي. عندي فكرة بس رشال خاف. علي مرتضى لا عنده جيش إلكتروني ولا عنده شيء أنت لازم تقضي بينك وبين حالك في 4-5000 شخص هول منهم 87 و88 فوتي على هاشتاج وشوفي في أشخاص بنشوفهم يوميا وبالتظاهرات طيب. وبتغطيهم علي رح ابتدي بهذا القدر لازم ننتبه له بما ان هي دائما بتنصحني كصحفيه انا عم بنصحك كصحفي نعم. في اداء عندك شريحه كبيره من الناس صارت تشوفك جدا عم تستفزيهم ادي بينك وبين حالك شوفي هيدا الاداء ليش عم نعمل هيك طيب. اذا حابه تصالحي هيدي الشريحه وتقربي منها يا زمن يا نيشان يا زمن عم بعطيكي نصيحه بما انك دائما بتعطيني نصايح يعني طيب علي مرتضى شكرا رح نتابع هذا الموضوع خارج الهواء شكرا علي مرتضى زميلنا المراسل من قناة الميادين نو تفضلي رشال دون المستوى للرد صراحة ما بدك ترد عليه أبدا بس بدي أقول لك شغلة بالأحرى ثلاث شغلات اللي هنا بس حتى هيدي كلمة دون المستوى للرد لا دون مستوى للرد لا لأنه ما العالم بتعرف كمان لأنه كان ضيف ما كان بده يعني أحكي أنا هو عم بيحكي صح بسكر الهواء عم بقدر أنا أقول لك شغلة
الدليل الاول اللي هو عم بيحكي عنه لا معليه لمره ونهائيه تفضل بموضوع يعني نشان تخيل انه انا عم بحرض على الانتحار يعني في عقل ممكن يتخيل هذا الشيء اذا كنا بتذكر عم نحكي عن ناجي فليتي وانا عم بقول لك انه ايه هذا الشيء ما من طبعا اجتزاء من قص قيس نحطه كل الحلقه تنشوف وانا عم بقول انه طبعا مرفوض انتحار ولكن في عالم توصل لمحل ما بكون عندها غير هيدا الخيار شو بتقول له للفقير شو كذا بطلع انا عم بحرض على الانتحار يعني ملك مستوى بالتحليل تبع الموضوع قديش عن جد انا بالنسبه لي عيب قاعدين عم نحكي بهذا الموضوع صح. واحد اثنين عبقول لك على قصة سب السيدة اللي هني معتبرينها هذا هو كان الموضوع قلت لها أنا طب في غيرك حيقول إلا سعد الحريري وإلا جبران بيصير وإلا وليد جبلات طب شو من قلومتهم اللي هي رجل دين أوكي سكر الموضوع أنت عم بتحرض على السب وثالث واحد يلي هو الشتيمة لو بيسمعوا مزبوط كانوا بيقدروا يسمعوا انه انا قلت ضد الشتيمه كان سمر ابو خليل قلت لها سمر انت بتعرفين على صيد شخصي وبتعرف انه انا حدا ما بيعبر عن غضبه بالشتيمه ولكن كان اول جمعه فوق وكنا بطرابلس وما كانوا عم بيسبوا يعني كان في ما كانش سبت لا للسيد ولا للرئيس بري كانت قصه الهيله هو لحظه بسرعه وعم بقول انه لا وعم بقول انه في عالم هيك بتعرف تعبر عن غضبها في عالم هي ثقافتها بالتعبير ولكن هيدا لا يعني انه برافو شتمه لانه الميكروب الشارع ما في عليه لا مش في عالم هيك بتعبر نيشان انا بديش اربيها الا كيف تصرخي ولا ما تصرخي بتسبي ولا تسبي وعم بقول لها انا ضد الشتيمه مش هذا اسلوبي بطلع انا مع الشتيمه بطلع انا مع الانتحار وبطلع انا فهيدا هو رد الوحيد صراحه بس هلا الهاشتاج هو اساسي انا بس كمل كنت حابه نور. اقرا هاي ام باك كنت حابه اقرا بعض التويتس الداعمه كانت لك اللي كانت كثيره وانت يعني لازم تشوفي هيدا الشيء على تويتر اللي صار يعني بالمقابل كنت هاشتاج رشال غرم القوي نظر للكل وتحديدا لعلي انه هاشتاج دجال رشال اللي هو اطلقه بس ما عندك دليل؟ بلا عندي دليل اول شخص هو اللي كتب وعمل سكرين شوت انا للموضوع مناش قبل كمان نعرفه بالتوقيت الهاشتاج انا بالنسبه لي والعالم تفوت وتشوف وشافت لانه خلصت قبل قديش كان في جيش الكتروني يعني برجع بذكر يلي هن بلا صوره لا عمل ترند نمبر 1 رجع انحمل مشكوره غادي فرانسيس اطلقت الهاشتاج الثاني اللي هو رشال كرم القويه وعمل ترند نمبر 2 هي منا 1 و 2 منا هالقد سخيفه بالمواضيع ولكن نمبر 2 بس ما يكون في جيش الكتروني ورانا ورايي وعالم عن جد حقيقيه عم تكتب وتعبر عن عن عن, عن عن مصداقيه وعن مهنيه ونحن بنحبك وما ترد ولا هون بكون صاحب الترند هونيك الهاشتاج اهين شيء تعمل ترند بتعرفي شو بس اسمع عن موضوع الترندز بقول انه الحمد لله انا بنتمي لجيل من التلفزيون ولا مره كان هدفنا نكون ترند برافو اكيد كان هدفنا نكون براند اكيد نكون تريد مارك نكون ماركه تجاريه أكيد. اعلاميه هيدا السيء انه بيبقوا ركضين حتى اللي يعملوا هاشتاج لبراند نيشان وبصيروا يعملوا الهاشتاج على تغريدات يعملوا انه هن مبسوطين بس طيعه للهاشتاج النايب ياس حنكش معنا على الهواء فاضية بس تيعلى الهاشتاج نعم 100%